اتكلم بعد الكلام ده. اولا انا بشكر جدا الاستاذه انجي حمام وهي الكاتبه الكبيره اللي اقتطعت من وقتها كل هذا الوقت صهر معانا في تقديم هذه التمثيل. واشكر استاذنا الجميل الشاعر الكبير جمال رصاص وقراءته اللي شفت انها مهمه جدا وكادت ترمي عيني. بشكر الاستاذ الدكتور يوسف عبد الله اللي انا بعتبره اهم ناقد ادبي يتماس مع واقع الكتابه والابداع الادبي في مصر بحرفيه وبدأب وبالتزام ايضا وبحب. واشكر كل الناس اللي حضروا كبرهم وصغيرهم، وهخص بالذكر الاستاذ الدكتور محمد محي الدين اللي شرفني. انا اللي شرفت يعني وطلب علشان يؤكد ان هو جاي، فانا استعديت نفسيا لمجيئه. وصديقي الغالي الاستاذ الدكتور احمد جمال الدين موسى وزير التعليم والتعليم العالي الاسبق ورئيس جامعه المنصوره الاسبق، والاهم من كل ذلك الكاتب الروائي الجميل الذي كنا نناقش روايته الاخيره في جامعه المنصوره منذ اسبوعين تقريبا. عايزين نناقشها هنا عشان نعرف هذا الجانب. هيحصل ان شاء الله. انا سلمتها للدكتور يسري وفعلا هنناقشها هنا ان شاء الله. قول لنا العنوان ايه بقى؟ لو سمحت. مصير خليئة حارسة المعبد. مصير خليئة حارسة المعبد. رواية الدكتور احمد جمال الدين موسى وصبرا عنبتانا. مصير. نعم. تمام. بشكره جدا على هذا الامر واقول كلمتين اتنين فيما يتعلق بالروايه. تمام. من رحمه ربنا هو اختلاف الذائقيات عند القراء. يعني انا دي مثلا اقدر اقول خامس مره يبقى في مناقشه لروايه صاحب العالم. نوقشت ثلاث مرات في بوك كلاب في مصر الجديدة وفي الزمالك وفي شيخ زايد، وسمعت العجب في كل مرة. يعني مثلا إحدى القارئات وهي ست مثقفة وجميلة جدا، يعني مش جميله في ممكن تكلمها على طبيعه المناقشات ممكن تبقى جميله. هي مناقشات طبيعيه بدا ست كرهت جدا رزق مرزبه وقالت انا مش عارف انت خلاص رزق مرزبه ده كان يكفيه نص صفحه وخلاص. انا طبعا لم اعلق. ليه؟ لان دي ذائقه، دي ذائقه في القراءه. يعني انا لا اقدر اتهمها بانها ما بتقراش ولا ما بتعرفش يعني ايه ادب. بالعكس، ده ست في نادي ادبي بتقرا كل يوم روايه وبتناقش وبتعمل وبتسوي، فدي ذائقيتها. خد بقى الدكتوره مؤمنه كامل الست اللي دخل على 90 سنه لما تكتب ملخص للروايه وتيجي في البوك كلاب علشان تقول انها ترى ان صاحب العالم هذا هو الشيطان، وانه وتقرا النص بعين ثانيه وبقراءه ثانيه خالص خالص خالص. اذا اختلاف الذائقيات لا يزعج الكاتب،
بل يثري وعي الكاتب. يثري وعي الكاتب فعلا، بيغني وعي الكاتب وبيخليه يبقى عارف ممكن الكلمة اللي يقولها تروح في كام اتجاه، كام صدى، في كام اتجاه ولها كام صدى. عشان كده لما اتكلم الاستاذ محمود الشربيني في ما يتعلق بمستوى حديث رزق مع الكلام باللغه العربيه، ده سحبني للمعركه الاساسيه اللي هي معركه الفصحى ومعركه العاميه. انا من انصار شيخي نجيب محفوظ، وهو كتابه الحوار باللغه العربيه. عايز اقول انه هذه الاشكاليه ليست اشكاليه متعلقه بالادب المصري فقط، بل هي متعلقه بالادب العالمي والادب العربي وبالادب العالمي كله. يعني انا اخر مره كنت في انجلترا من حوالي شهرين، شهر ونص حاجه كده، كان الناس بيتكلموا عن إشكالية الكتابة باللغة اللي عند شباب اليومين دول. يعني إزاي أكتب رواية عن الشباب الإنجليزي اللي بيروح المولات وبيروح مش عارف إيه والكلبات والحاجات دي، وبيتكلموا لغة شبيهة بلغة شبابنا برضو دلوقتي، ومع ذلك الكتابة الأدبية لم تواكب هذا الأمر، باعتبار إن هم بيعتبروا إن الأدب لابد ان يكون فيه شيء من رصانة اللغة فيما يتعلق بالتعبير الادبي. عشان كده انا بقول انا يعني كتبت معظم او كل اعمالي كتبتها بالحوار باللغة العربية، وبحاول بقدر الامكان حتى لما باجي اراجع او بتاع والاقي كلمة عالية او على الشخصية بحاول ان انا ابسطها، اشوف لها مقابل يعني يبقى لي جذر عربي كده معقول او الى اخره، لكن لا اتصور نفسي بكتب لغة، لانه برضو حتى في لغة الحكي احنا ما بنكتبش بلغة الحكي الشفاهي اللي بنتكلم بيها، احنا بنتكلم بلغة الحكي المكتوبة اللي هي السرد، لغة السرد. وعشان كده انا بقول ان هذه الرواية التي قد يظن بعض القراء انها كتبت بسلاسة، هي لم تكتب بسلاسة. لا ما صحيح، لانني كنت مرعوب من فكرة زوربا اليوناني، وانه رزق يبقى هو زوربا، في حين ان انا كنت اقصد إن يعني صحيح هو كازانزاكس كان في دماغه الكاتب هو المثقف والثقافة، وإن زوربا الحياة، الحياة مش الحياة بقى، ده الحياة بفجاجتها وتضاجتها وعنفوانها وكده. أنا كنت عايز أقول إنه عبد الحميد دهمش هو المتعلم الموظف اللي تربى في حضن الوظيفة العامة بقيام الحلب، وإن رزق هو ابن التجربة المريرة الخاصة بالحبوس والسجون وإلى آخره. لكن أنا أشكركم جدا 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 على ان كنتوا احتفيتوا بيا وبعملي، ويعني مش عارف اعبر عن امتناني ازاي، وشكرا جدا 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 جدا, جداً.